اهلا بيكم حلقه جديده من عيش وملح. ومعانا النهارده زي اغلب حلقاتنا زي ما متعودين معانا بطل مهم قوي قوي. بيبقى بطل مهم زي لمونه في بلد قرفانه، مش بيقولوا كده؟ فلان ده زي لمونه في بلد قرفانه، يعني حاجه كده صغيره بس قيمتها كبيره قوي قوي قوي. اهو الليمون ده حاجه صغيره قوي، بس هما النقطتين العصرتين منه، العصرايه بتغير وبتعمل حاجه كبيره قوي في الاكل. نادرا ما بناكله ليمون غير مثلا لو بنخلله، بس هي دايما الاضافه الصغيره اللي مش متشافه، ما حدش شاف الليمون جوه الاكله، ما فيش حد بيقدر يقول ان ده اللي فيه ليمون، بس هي الحاجه المستخبيه الصغيره اللي بتعمل فرق كبير وتضيف اضافه كتيره على مستوى الطعم اكيد، على مستوى الريحه اكتر واكتر، وهنعرف الطعم بيجي منين والريحه بتيجي منين، واضافه على مستوى الطعم ومستوى الريحه، واضافه كمان مهمه قوي على مستوى الفايده للجسم. لما قعدت اقرا شويه عن الليمون اكتشفت انه عنده فوائد كتيره جدا، كنت عارفه شويه منها بس في شويه تانيين هنعرفهم مع بعض. هذا الليمون هو بطلنا النهارده. هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه كيكة ليمون. كيكة الليمون كيكة عظيمة جدا جدا، علشان هي حلوة او من الحاجات القليلة الحلويات القليلة. احنا دايما بنحط الليمون في الحاجات الحوادق، شوربة، صوص، يعني دايما احنا كعرب استخدامنا للليمون مع الحلو استخدام بنعقد بس بيه السكر، الشربات اللي بنسقي بيه الكنافة او البقلاوة او كده، لكن استخدامنا عموما للليمون مع الحلو استخدام قليل. مع ان الليمون الليمونه العصير بتاعها بيدينا الطعم اللاذع الساور الحلو ده اللي بيرفع طعم اي حاجه، تلاقيها نطت نطايه كده يعني فيها اضافه. الريحه بقى بتاعته او النكهه، النكهه اللي هي الحاجه اللي بندركها، اللي لو عندنا زكام ما بنعرفهاش، اللي هي الحاجه اللي بتيجي من الشم، النكهه كلها في القشر. واحنا برضو في منطقتنا ما بنستخدمش كتير قشر الليمون، طول الوقت بنعصر ليمون بس نادر لما نبشر قشر الليمون ونستخدمه. قشر الليمون فيه النكهه الاروما الريحه الحلوه اللي بيدي طعم. الكيكه، نرجع تاني للكيكه، الكيكه هنستخدم فيها هتبقى كيكه اروماتيك او عطريه فيها عطر قشر الليمون وفيها ليمون. هنعمل حلقتين بالليمون. خليني اقول لكم الحلقه الجايه هنعمل سمك بزيت وليمون، انا منتظراه حابه اعمله بس ده مش هنبتدي بيه. النهارده هنعمل مكرونه حلوه قوي فيها ليمون، وهنعمل ليمون مخلل. هنعمل ليمون مخلل. قبل هذا وذاك وذاك لازم نروح نشتري ليمون. اوعوا تشتروا ليمون زي اللي احنا شارينه ده، لان مش ده احلى ليمون. الليمونه اللي لونها بقى اصفر كده نكهتها بتقل جدا، نكهتها الريحه برضو والطعم بتقل. الليمونه في احلى اوقاتها لما بيبقى لسه لونها اخضر، على عكس ما ناس كتير قوي فاهمه. احنا دايما بنحب الحاجه بنحس الحاجه خضراء يعني مش مستويه، فالليمون اخضر يبقى الليمون مش مستوي فلما يصفر يكون احسن. العكس، الليمونه الصح هي الليمونه الخضراء، الليمونه اللي اصفرت استوت اكتر، يعني مبتديه تروح عليها طعمها، مبتدي طعمها يخف ويقل ونكهتها تقل. فدي مش دي الليمونه اللي تشتروها، اشتروا الخضره واللي بتلمع، الخضره واللي بتلمع. وباعتبار ان احنا هنعوز نستخدم قشر الليمون في شويه وصفات، ف لازم نتكلم عن القشر عموما. القشر في الخضار والفاكهه من الحاجات اللطيفه جدا واللي مطلوبه جدا، بس احنا عندنا مشكله ان الحاجات بتبقى مرشوشه، فلما بنيجي نستخدم القشر لازم يبقى بحذر قوي، ولازم نتاكد ان احنا غسلنا الحاجه مره 2 3 4 غسلناها قوي قبل ما نستخدم القشر، وده اللي احنا هنعمله النهارده. هقعد اغسل اي ليمون هبشره وهغسله كويس قوي قوي قبل ما اخد البشر بتاعه. خليني اول حاجه الليمون يبقى ليمون مخلل، هو اللي فكرني بالحلقه. زي ما اتفقنا ده لازم هيكون مغسول كويس قوي قوي قوي، لان احنا هنحطه بقشره وخلاص، احنا هناكله بقشره. الليمون اللي هنخلله واكلينه اوريدي خلاص بقشره، انا مش هسلقه. و يعني لو انتوا عايزين تاخدوا رايي ما تسلقوهوش. الليمون لما بيتسلق قشره بيطرى وبيستوي بسرعه قوي وبيبقى طري. الليمون لما بنحطه بنخلله وهو كده ني
القشره بتفضل بتدي طعم حلو وبتنزل سنه مراره، المراره دي بتختفي مع الوقت، بياخد وقت اطول بس بيبقى حلو قوي. فانا بشوف ان الليمون الاحلى هو الليمون اللي ما اتسلقش. القشره لما بتقدم طعمها بيحلو. وطبعا الموضوع ده لازم تجيبوا حد يساعدكم فيه لو هتعملوا كميه كبيره، بس برضو لو حابين رايي ما تعملوش كميه كبيره، لان الحاجات اللي في حاجات حلوه قوي قوي بس كترها مش كويس علشان صحتنا، منها الليمون ده. يعني حلو قوي ان يبقى البيت فيه شويه ليمون مخللين في موسم الليمون كده نفتكره بيه، بس لو احنا كل يوم هناكل ليمون مخلل اكيد يعني مش الطف حاجه للضغط. انا بعمل الليمونه كده اربع تربع بس ما بفصلهاش، هما الاربعه ماسكين بعض كويس قوي قوي. هقول لكم بقى من الحاجات اللي لازم لو هتعملوا الوصفه دي تتعبوا شويه ان انتوا تلاقوها. عايزين ملح خشن، والملح الخشن ده متعب شويه في ان احنا نلاقيه. وهقول لكم ايه تاني غير الملح الخشن كمان لما هتلاقوه، مش كل الملح الخشن بيبقى معمول لاغراض غذائيه. انا مش عايزه ابوظه كله فهاخد شويه على قدي. مش كل الملح الخشن بيبقى لاغراض غذائيه، قليل قوي ان احنا بنلاقيه، ولما بنلاقيه نتاكد نسال الراجل اللي بنشتري منه ده للاكل، لان في ملح بيبقى طالع من مصادر مش يعني مؤذي، يعني مش نظيفه، فبيبقى سام او يعني مش كويس لصحتنا. فتاكدوا اسالوا الراجل لو ملح خشن زي ده. بصوا الملح ده خشن ازاي، شايفين ده ملح لطيف جدا جدا وبيتلقى بصعوبه. وبعدين لما هنلاقيه هنسال يا جماعه ده، لان في ملح بيستخدم مثلا علشان وهم بدبخت الجلود بيحطوا فيها ملح، في صناعات كتيره قوي بتاخد ملح، صناعه زي صناعه الجبنه مثلا الملح ما بيبقاش ما بيدخلش فيها فبتاخد ملح كتير قوي. فاتاكدوا بس ان الملح ده كويس. هحط الاثنين دول فوق بعض، العصفر وحبه البركه. احلى حاجه يعني ده كده ليمون ني واخد ملح خشن وعصفر وحبه البركه جون خلاص. وانا بحب احط كتير لان الاثنين طعمهم بحبه قوي. السر بقى في ليمون ناجح او ليمون ما يبصش انه يكون البرطمان ده معقم، يعني محطوط في ميه سخنه ومقلوب على وشه ومتعقم علشان الوصفه بتاعتنا ما تبصش في النص. الحاجه الثانيه ان الليمون ده يكون مكبوس كويس قوي وما يدخلهوش هواء طول مده اول مثلا اسبوعين. طيب العمليه بقى ايه؟ نعمل شويه مع بعض. كلنا عارفين ان الليمون فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي، واحنا دايما رابطين فيتامين سي بالبرد اللي هو اللي بيعالج ادوار البرد. بس انا هقول لكم على حاجه لطيفه قوي قوي نربط بيها فيتامين سي تاني غير البرد. فيتامين سي ده هو الفيتامين اللي لازم علشان الجلد يبقى فيه نضاره، والكولاجين اللي هو الحاجه الماده اللي لما بتقل بيبان علينا العجز. طبعا الستات بالذات لازم يهتموا بالموضوع ده. الكولاجين دي الماده اللي في جلدنا اللي هي مسؤوله عن نضاره الجلد بتاعنا والوش، والنضاره دي هي اللي معناها انت شكلك 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60، كل ما سنك بيزيد الكولاجين بيقل. فيتامين سي اللي هو منها الليمون بيزود الكولاجين وبيزود تماسك الجلد فبتباني اصغر شويه. يعني يلا اشربوا ليمون كل يوم. اكيد مش ليمون مخلل، ها الكلام ده لا ينطبق على الليمون المخلل يعني. طيب خلينا نطلع فاصل لان انا على بال ما اعمل ده كله مش هقعدكم جنبي اعمل ال 100 ليمونه دول في البرطمان، فخلينا نطلع فاصل اشتغلهم بسرعه بسرعه وما اعطلكمش معايا، ونرجع نحط بقى السايل اللي هنخلل فيه الليمون وندخل على الوصفه اللي بعدها.
بصوا وانتم مش موجودين، انا بمساعده اصدقائي هنا عملنا دول. فدلوقتي بقى ايه يعني، خلاص هنقفل، ما نفتريش في الملح عشان الملح لو كتر راحت علينا خلاص، اللعبه باظت. فنغمس في الملح بس ما نفتريش. واهم حاجه بقى، اهم حاجه ده بقى ازاي ما يبوظش مننا، مهم جدا. اولا اللي معمول ني ده احلى كتير زي ما اتفقنا، بس هو اسهل شويه انه يبوظ، اسهل سنه، الاثنين ممكن يبوظوا بس ده اسهل سنه انه يبوظ، بس مستاهل. لكن عشان ما يبوظش هنعمل ايه؟ هنبقى متاكدين ان البرطمانات دي معقمه، يعني نازله في ميه مغليه، وبعد ما نزلت في ميه مغليه اخدناها بملقاط او بحاجه ما مسكناهاش بايدينا وعملناها على وشها وسبناها تنشف خالص وكل الكلام ده. ده اول هام. تاني هام بقى ان الدنيا هنا ما فيهاش فراغات. بصوا انا بص عماله بزنق، يعني عماله كده، عماله ادفس، اعمل واحده زياده عشان مش عايزه اي فراغ. كل فراغ يعني هوا، كل هوا يعني الهوا فيه بكتيريا، فيه بكتيريا هوائيه، فيه بكتيريا بتعيش في الهوا. فكل هوا معناها ان او يعني فراغ يبقى داخل هوا. بقلل الهوا ازاي؟ اني ما اسيبش فراغي يقعد فيه الهوا، بقلل الفراغات جدا. اخر واحده، بصوا بلم بقى ده حلو كده كده. انا عماله اكبس علشان اتاكد ان مفيش هوا زي ما اتفقنا، والشويه اللي فضلوا دول اللي مش هرميهم اكيد اكيد هحطهم هنا. وفي النص زي ما انتم شايفين هنحط فلفل، لو عايزين الشطه تبقى كتيره اكسروه، لو عايزينه خفيف وده احسن ما تكسروهوش. خلاص احنا خلاص كده الفراغات اتقفلت. عايزين ايه تاني؟ عايزين بقى نحط له عصير ليمون. من نفس الليمون ده هكون 10 ليمون. انا 10 ليمون طازه فريش، ده ليمون حقيقي. وده ما تحاولوش تجربوا تحطوا الليمون اللي هو بيجي في ازاز معصور جاهز، لانه هيضيع الطعم خالص. هنحط ده كده، وهنحط شويه كمان، اعصروا ليمون كتير. ممكن اكمل بميه من هنا او اعمله كله عصير ليمون، يعني الميه مش هتبوظ لو مغليه بس هتخفف الطعم. ممكن تعملوا كده، ممكن تعملوا كله عصير ليمون. الالطف انه يبقى كله ليمون يا جماعه، يعني ده كله يتملي عصير ليمون، ده احلى حاجه. ايه تاني بقى بعد كده؟ زيت. ايه وظيفه الزيت؟ الزيت ده بيشكل طبقة عازلة، بيقفل، بيمنع وصول الهواء للي جوه. تاني ده حماية زي أي حاجة بنبقى خايفين عليها، زي ما الناس تعمل إيه تاني بيحطوا عليه زيت غير المخللات، في حاجات كتير كده هفتكر دلوقتي. الزيت بيخلق لنا طبقة عازلة علشان الهواء ما يدخلش جوه، ومش عايزين دول يبقوا طالعين براسهم بره كده. نقول الاحتياطات. لسه حد بعت لي على الفيسبوك ان انا مخلي الليمون، انا بس عماله عشان كده واخده بالي قوي النهارده في الحلقه دي. لسه جاي لي على الفيسبوك واحده مصوره لي برطمان الليمون بتاعها وهو عامل اخضر وبايظ، وبتقول لي طب باظ ليه؟ فعشان كده انا مركزه قوي على انه ما يبوظش. احنا كده كله تحت الزيت، الزيت مغطي، فاحنا مانعين الهواء تاني. كل دي وقايه. البرطمان بقى لو مش برطمان بحاجه زي كده اللي هو مانع الهواء خالص، لو البرطمان ده يعني كده هيبقى مهوي لو ما فيش دي. طب لو ما عندكمش البرطمان ده، في ناس بتحط بلاستيك، في ناس المهم ان تتاكدوا ان البرطمان، يعني في ناس بتحط زي كيس بلاستيك كده، في ناس بتحط دبار او زي حبل تفضل، المهم ان احنا عايزين نتاكد ان هو سيلد او محكم الغلق جدا كده. ده بيقولوا لي اسمه جوان، ميرسي. كده احنا ظبطنا برطمان الليمون. لسه مسلسل ان احنا بنحارب ان يجي له اي هوا. هنعمل ايه؟ هنتاكد ان لا مش هنفتحه ولا حد من العيال هيروح يفتحه،
ولا حد هيتهور ويروح يفتحه، يعني نحافظ عليه كويس قوي 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 قوي، وما نفتحوش قبل اسبوعين ثلاثه على مهلنا. ده بياخد وقت، بياخد وقت كويس انه يتخلل، لان هو بقشره، فعلى بال ما القشره دي تذهب وتطرى من الحمض من الليمون بياخد شويه وقت، بس نتيجته حلوه قوي قوي. ما تستعجلوش انكم تفتحوه، وان شاء الله ان شاء الله مش هيبوظ وهيبقى حلو قوي. نعمل ايه تاني؟ انا بعمل ميه للمكرونه، اقول لكم بقى على الليمون ده. كان في يوم من الايام كان بيعتبروه سر حربي، لان اكتشفوا ان البحاره بيجي لهم مرض نتيجه ان هم ما بياكلوش في البحر، بيقعدوا بالذات البحاره اللي هم بتوع الحربيه البحريه، يعني اللي هم بيحاربوا الاسطول البحري بتاع الدول اللي بعتها تحارب ايام الاستعمار، ولما كانوا بيبعتوا مثلا من انجلترا تبعت اسطولها في افريقيا وتفتح بلا حاجات كده. فاكتشفوا ان في عيا بيجي لكل البحاره، وبيجي لكتير قوي من البحاره بعد فتره معينه، لان طول الوقت اللي هم غذاهم ما فيهوش حاجه فريش، ما فيهوش حاجه يعني ما ينفعش لا بياكلوا لا خضار ولا فاكهه، ايه الخضار والفاكهه اللي هيقعد كذا شهر في الاوقات اللي فاتت دي. فكانوا بيعيوا لغايه ما الانجليز اكتشفوا ان هم الليمون بيعيش، ولما بياخدوا معاهم ليمون وبيستهلكوا ليمون كتير ما بيعيوش، وده بقى سر حربي، يعني سر حربي بقى الحربيه الانجليزيه البريطانيه محافظه عليه علشان يفضلوا بس بحارتها هم اللي كويسين، فده يديهم حته زياده، يعني ميزه زياده قتاليا ان هم البحريه بتاعتهم قويه ما عيتش في النص. فبصوا قد ايه الحاجات اللي مش بس الليمون، كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي، يعني يبقى ليمون، يبقى برتقان، يبقى جوافه، يبقى فراوله، كل الحاجات دي يا جماعه فيها فيتامين سي. الليمون، الليمونه فيها 20% من احتياجنا من فيتامين سي في اليوم، الليمونه الواحده الافرج يعني المتوسط فيها 20%، يعني خمس احتياجنا من فيتامين سي، ده مهم جدا جدا. ده غير ان احنا محتاجين الليمون بالذات لو بناكل حاجه فيها حديد، ساعات بيبقى الحديد ما بيمتصش فبنبقى عايزين ليمون. انا بعمل كميات بسيطه عشان مش بحب الاكل، يعني بعمل على قد ما احنا بنعمل الحلقه، ده مور ذان انف، ده كفايه قوي علشان مش عايزه حاجه تفيد. الوصفه الثانيه اللي هنعملها بالليمون مكرونه بسي فود بصوص ليمون، حلو قوي قوي. صوص ليمون، الثوم والليمون بيليقوا مع بعض، فانا اول حاجه هبتدي هحط ثوم كتير، وانا بحب الثوم ما يبقاش فاقع زياده عن اللازم، فبقطعه شويه زيت زيتون مش كتير. السؤال برضو، زيت الزيتون بيبوظ من النار؟ لا مش بيبوظ من النار، طالما مش هوصله لدرجة الحرارة اللي بحمر، هو طالما مش هيقدح هيدفى، أنا ده بدفيه ما بيبوظش. طيب ليه بيقولوا ما نحط زيت زيتون بكر على النار؟ علشان زيت الزيتون البكر لما بحطه على النار بتروح ميزة إن هو بكر، لكن مش بيبوظ ومش بيبقى كأنه مش بكر، كأنه زيت زيتون عادي، مش معنى كده إن هو باظ، كأنه عادي، فيبقى ليه دفعت أكتر؟ ما البكر ده دايما أغلى، يبقى ليه دفعت زيت زيتون بكر لما في الاخر انا ما استفدتش بكده. لكن زيت الزيتون ممكن طبعا يعني ما بيتقليش بيه، ما بيتحمرش لغايه ما يدخن كده ويبقى مطلع دخان، بس بيدفى حلو ما فيهوش اي مشكله. بس انا الحقيقه في اغلب الاحوال بستخدم الزيت العادي، وبحب قوي يعني زيت الزيتون بحوشه لما هكون هاكله على البارد، لما هحطه على فول، على سلطه، على حاجه على البارد بيكون احسن. طيب انا هنا حاطه النار هاديه، هو لطيف قوي ان الواحد يسخن الثوم على نار هاديه، لان ده بيخلي ريحه الثوم تطلع احسن. بتخرج الحاجات اللي عايزين ناخد منها نخرج ريحتها،
لازم نعملها في على نار هادية وياخد مدة طويلة. هو ده السر إن هي تخرج ريحتها، لأن لو النار عالية بتسخن بسرعة وتبقى تلون بسرعة، وإحنا الوقت هو اللي بيخليها بالوقت الريحة بتخرج أو بالوقت النكهة بتخرج، فمش عايزين نعمل الحاجات دي على العالي كده. أنا حطيت توم كفاية ولا لأ؟ دول أربعة. أنا عاملة مكرونة بسي فود بكتير ليمون، طعم ليمون حلو وواضح، وأنا حاسة إن كده أربعة، واحدة كمان. أنا حتى كده توم كتير يعني، بس اللي هيخليه طعمه ما يبقاش سخيف إن هو مش مدقوق في الهون، فالطعم أهدى شوية لأنه متقطع كده. طيب وآدي نار هادية، خلينا في الوقت ده المكرونة هتغلي. وإيه تاني؟ ونحضر الحاجات اللي هنحطها. أنا جايبة شوية حاجات سي فود، نطلع لوح تقطيع نضيف، الجمبري يا جماعة لو تاني هقول لكم تاني، أنا عارفة إني قلت ده كتير قوي، الجمبري اللي مفهوش من هنا كده برتقاني ما تشتروهوش. شايفين الحتة البرتقاني دي أهي؟ ده معناه إنه جمبري مش مزارع وجمبري حلو. لما تفتحوا راسها وتلاقوا هنا فاضي مفيش حاجة خالص ما تجيبوهوش، ملوش طعم. وبنحافظ قوي بقى واحنا بنقشر. لو الجمبري الكبير بنضطر ان احنا ننضفه، وانا علموني هنا في ناس الشافس اللي بتساعدنا، مين منهم؟ ابو عبيده علمني طريقه انضف بيها الجمبري انا ما كنتش بعرفها، هعلمها لكم زي ما علمهاني. حتى لو بقشره طبعا، في الطريقه اللي احنا كلنا عارفينها ان احنا نفتح ونشيل، بس في طريقه اسهل بتبقى لو الجمبري بالذات طازه بتنفع، لو مش طازه ما بتنفعش قوي، ان احنا نعمل كده. هنلاقي الحاجه السوداء اهي، نروح شادينها كلها يا اهي اتشدت. طيب مش هحطه دلوقتي، هستنى لما ادي وقت اطول. هنعمل ايه تاني اقول لكم؟ بصوا البطروح حلو ازاي، بصوا ده حلو قوي اهو، ده نحافظ عليه ينزل هنا على طول. طيب انا دي اخر جمبريه هقشرها وهطلع فاصل، هنكون ادينا وقت بس للزيت ده يدفى زي ما اتفقنا عايزينه على الهادي، ونحضر بقيه الشغل ونكمل. في الفاصل ما عملتش ولا حاجة ولا حاجة خالص، لا حطيت بس شوية كركم هنا اهو. ليه؟ ولا حاجة غير اني بلون المكرونة، بخلي لونها في يعني هتاخد صفار من الكركم، هيبقى شكلها احلى بس كده. هنا بقى مع التوم اللي احنا بصوا بقالنا قد ايه سايبينه على نار هادية جدا، لدرجة انه ولا كأنه على نار، بس بطلع زي ما قلت لكم بطلع احلى طعم منه. هعلي بقى الحاجات اللطيفة قوي اللي ممكن نجرب نستخدمها، ده الخردل. الخردل اللي بتعمل منه المستردة، الخردل الحب بيبقى لطيف قوي وخفيف طعمه، يعني الخردل حاجه حاده بس لما بنستخدم منه كده قليل بيبقى طعمه خفيف ولطيف قوي. جربوا مره تجيبوا خردل صحيح قليل قوي يا جماعه، لما تجيبوا حاجه ما تجيبوش كتير علشان ما تقولوش بيخلونا نجيب وبعدين الحاجه بتترمي، هاتوا بجنيه خردل، بجنيه خردل من عند العطار كده، قولوا شويه خردل بجنيه. الحاجات اللي بحب احطها صحيحه مع بالذات مع الاسماك، شمر ما بنستعملوش كتير، وكمون حب، شمر حب، وحطيت حبه خردل. كل دي بنبني في نكهات، بنبني رقات من الريحه والطعم. خليني بقى دلوقتي ايه اعمل حته الكالاماري دي، عايزه اقطعها. مهم لما نقطع الحاجه نقطعها بحجم المكرونه اللي احنا بنسويها، يعني ما ينفعش تبقى مكرونه صغيره واقطع كبير او العكس. عاده بيبقى لطيف قوي لو
الكلاماري او السبيت تشقوه من غير تقطيع، شقوق كده صغيره، بياخد الطعم الحاجات اللي هو فيها احسن، يعني كريس كراس كده او سامبوكسات. يلا هكمل الباقي بسرعة. طبعا بصوا الجلدة دي كمان حلوة ان هي جت كده، شايفين الجلدة دي؟ لو شايفين بصوا هنا، بصوا هتلاقوا في جلدة كده اهي، جلدة رفيعة قوي فوق الكالاماري. لو شلناها في الكالاماري وفي السبيت الاثنين فيهم نفس الجلدة اهي، عايزاكم تشوفوها، شايفين لما بتتشال بيبقى احلى كتير قوي، ما بيتنيش على بعضه قوي وبرده بياخد الطعم احسن. طيب يلا بقى عشان ما نتاخرش اكتر من كده، انا وصل هنا للمرحله اللي انا عايزاها، هستعجل بقى شويه. اهي برضو الجلدة كل ما بتتشال، الحاجات دي وهي طازة بتتشال بسهولة جدا جدا جدا. طيب يلا، ايه اللي هياخد سوا اكتر من سوا؟ هنبتدي بالكلاماري، بس اللي بيستنى الكلاماري يطرى هو ما بيطراش، هو بيتاكل مش طري، فزي القنص بتاعت الفراخ، ما ينفعش نستنى القنص تطرى، لما تطرى مش هتبقى قنص، طعمها مش هيبقى حلو، هتطرى بعد وقت طويل قوي، بس مش هيبقى الطعم اللي احنا يعني مش قنص، خلاص اللي بيحب حاجه ناعمه ياكل كبد. عايزه اعلي شويه. هنحط ايه بقى؟ احنا جايبين حاجات فانسي شويه وغاليه حبه، جايبين صوابع الكابوريا دي، خليني احطها هنا دلوقتي. صوابع الكابوريا دي يا جماعه ممكن بتتاكل نيه، يعني هي زيها زي اللانشون، يعني احنا ممكن نمسكها ناكلها، طبعا انا مش ممكن اكلها عشان انا ماسكاها بايدين فيها سمك كلها بكتيريا، بس انتوا صوابع الكابوريا دي بتتاكل نيه بتبقى لطيفه قوي. مش هحط كتير، انا اساسا عامله مكرونه قليله. انا شم ايه بقى دلوقتي؟ شم ريحه الكمون والخردل، كل الروائح اللطيفة اللي في الدنيا، الشمر. بعلي بقى دلوقتي، نعلي خلاص، أخدنا كل الريحة اللي احنا عايزينها من الثوم وعمل شغلته. متهيألي أكيد المكرونة تكون استوت، هغسل إيديا بس بسبب سريع. المكرونة استوت دي ولا ما استوتش؟ نشوف شكلها. قايل استوت تماما. استوت شكلها وملمسها. حلو قوي. اروح اصفي المكرونه. احط كمان اتنين من دول. يلا المكرونه. طيب ناقصنا ده، طبعا ممكن يتحط في اخر لحظه خالص. طبعا من الحكمه ان احنا ما نتقلش السوى على الحاجات البحريه دي، الحاجات البحريه مش عايزه سوى كتير، فيعني نخف 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 بسرعه كده. عايزه بقى ايه؟ الليمون، باعتباره ان هو ده بطلنا، انا عايزه تعمل ليمون باين، يعني صوص فيه ليمون محترم. هحط كتير بس ذوقوا، في حاجه زي كده لا تحطوا لا ثلاثه ولا اربعه ولا اثنين، ذوقوا يعني، حطوا وذوقوا
وبعدين قليل هينفع نزود، فحط القليل الاول. وانا كمان هعمل كده، مش هحط الاربعه، هحط اتنين، اتنين ونص، وهزود في الاخر. عارفين كمان طلع الليمون ليه علاقه بايه؟ بالرشاقه شويه. اللي بيشرب ميه مع ليمون، مش سالي فؤاد دايما تقول اعصروا ليمون على الزبادي ومش عارفه ايه، الليمون ليه علاقه شويه بالرشاقه. اللي بيستهلك ليمون، اللي بيحط ليمون على الميه، في ناس كتير بتعمل كده، او على الشاي او الحاجات دي، شويه طبعا لو بياكل مظبوط يعني بيساعده شويه في الوزن. عايزه بقى دلوقتي اجيب بقى ايه، كريمه ونشا. ليه بقى النشا مهمه قوي؟ غير انه يتخن لنا شويه الصوص، يدي ثيكنس او كثافه قوام للصوص، بس الحاجات الكريمه مع الاحماض اللي زي الليمون او الخل بتقطع. يعني هحط كريمه فوق ليمون هتخرز، هتقطع. فاللي بيخلي الحاجه ما بتخرزش النشا. هحط نشا، دي ميه يعني نشا متدوبه في ميه. ودلوقتي يبقى امان ان انا احط الكريمه وانا عارفاها مش هتقطع. وبس لتحليه الحدوته كام حته زبده، عشان الزبده ايه بتخلي الدنيا برضو احلى. انا مش من انصار الزبده الكتير، بس هو وقتها. الدنيا دي هتقول مع بعض حاجات طبعا. لو انتوا يعني هقول لكم ايه بقى، شموا الريحه وما تشموش الريحه، هي باينه، هي بتتحدث عن نفسها بصراحه. ايه تاني؟ الليمون اتفقنا ان انا هدوق، ومش هشوف هزود ليمون ولا لا. خليني ادوق دلوقتي. اولا احنا ناسيين الملح، ده اول هام، مش حاطين ملح كفايه، فادي ملح، وبالمره فلفل. احنا لما حطينا الكمون والحاجات دي اتلهينا في الكمون وما حطيناش فلفل، الفلفل ضروري. ناقص ايه تاني؟ هدوق تاني ونشوف بقى طعم الليمون. عايز حاجه، معلقه جديده. حلو قوي قوي الطعم دلوقتي. النشا لسه ما استوتش، فانا حاسه بالبودره، النشا كده مبدره تحت زي الدقيق كده، مش حلوه خالص. ده العيب الوحيد في اللي انا دقته، غير كده هايل تحفه. هيستحمل نص ليمونه كمان، فهحط له. وعلى بال ما تيجي المكرونه، انا كده ضايقاه سكه، هيستحمل كمان نص. ماشي، لسه هيدخل المكرونه عليها تهديه. يبقى احنا حاطين ليمون حلو قوي. وعايزه بقى اتاكد ان هنا النار دي شكلها ايه، ليه مش شغاله؟ طيب تشتغل الثاني اهي. خلاص احنا حطينا كل الاساسيات، كل اللي احنا عايزين نحطه. ناقص بقى ايه؟ ازاي بندلع الطبق في الاخر، التاتشات الصغيره اللي في الاخر اللي بتعمل فرق بين طبق وطبق. اقول لكم ايه التاتشات الصغيره دي. شبت وبقدونس مثلا، ده تاتشين لطاف جدا جدا ما يتنسوش، صح؟ طيب في كل اللي احنا عملناه ده، لو حطينا حبه زيتون اسود بيضيفوا لون وبيضيفوا ملوحه وبيضيفوا طعم وبيضيفوا حاجات كتير لطيفه. او كيبرز، كيبرز هذا الكيبرز، ناخد منه شويه. او ايه تاني؟ قلنا هنحط شويه الحاجات اللي هي الدلع دي، يعني الحاجات اللي دايما بتضيف وما بتقولش لا. مين يعني كام زيتونه في اي اكله ما يقولوش لا؟ شويه الكيبرز دول من غير ميتهم. والاهم الحاجات الخضراء الطازه، اللي هو الشبت اللي انا شايفاه ده، والبقدونس او الكزبره. عندي بقدونس، البقدونس احلى، بحب البقدونس مع السمك اكتر من الكزبره. بس كده يا جماعه اهم. دول حاجات صغيره بتعمل فروق كبيره، احلى حاجه. ودول بيتحطوا في اخر لحظه، ما يغلوش ابدا على النار. وادي المكرونه، وانا في شويه ميه مكرونه دايما اللي بيفضلوا دول، ساعات بنحتاجهم. طبعا المكرونه دايما يفضل تتعمل في اخر لحظه، اخر لحظه. ودايما دايما الصح ان الصوص يجهز قبل المكرونه مش العكس. الصوص يقعد ما يحصلوش حاجه، بالعكس لما الصوص بيقعد طعمه بيحلو، بياخد بيشرب من بعضه زي ما بيقولوا.
المكرونه لما بتقعد بتوحش، المكرونه لازم تتاكل طالعه من حله السلق فورا. الصوص مفيش اي مشكله لو قعد، طعمه يحلو كل ما يقعد. الطبق ده حلو قوي 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 قوي، انا متحمسه له، معجبه بيه، وهدوق وهطلع فاصل. وواحده جمبريايه هايل. فاصل بقى يا جماعة. بصوا دلوقتي بقى انا هعمل وصفة بسيطة 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 قوي بالليمون، بس هي اكتر وصفات انتوا بتنفذوها هي الوصفات البسيطة، لان هي اللي محدش هيكسر عليها. هنعمل عصير، مش عصير، هنعمل نقول ايه، سموذي او شيك بالليمون، يعني مشروب ليمون بس مش الليمونات البسيطه اللي هي احلى حاجه في الدنيا في الاخر. الليمونات البسيطه دي تحفه، بس لما نحب نغير هنعمل مشروب يعني شويه فيه شغل كده. هنحط ايه؟ ايس كريم. ايس كريم ده هايل. ايس كريم فانيليا، هحط تاني بس مش عايز يطلع، يعني انا مبسوطه ان الايس كريم مش سايح، مع ان هنا الانوار بتسيح اي حاجه خالص خالص. طيب هنحط ايس كريم او افوكادو او الاثنين، انا دلوقتي هحط الاثنين، بس انتوا ممكن الاثنين بيتخنوا، الاثنين ليهم وظيفه انهم يتخنوا القوام ويخلوه كريمي. ما هو ايس كريم او افوكادو الاثنين فيهم دهون، الايس كريم فيه دهون فبيخلي الحاجه كريمي وقوامها يتقل، او الافوكادو، فانتوا ممكن تستغنوا عن واحد بالتاني او العكس، او يعني تحطوهم الاثنين مع بعض مش هيقولوا لا خالص. الافوكادو الحلوه هي اللي تبقى يا دوبك طريه، يا دوبك طريت. الافوكادو كمان حاجه هايله قوي في المشاريب، لان الافوكادو ده يا جماعه كله دهون، دهون صحيه ومغذيه وكل حاجه، بس كله دهون، فبيخلي الحاجة كريمي. نفس فكرة المايونيز، نفس فكرة الزبدة، الحاجة اللي بتبقى ريتش كده أو غنية. طيب أنا عايزة في حتة هنا مش راضية تطلع، معلش أنا مضطرة أمشي وراها، شيل حتة القشرة اللي هنا لزقت دي أشيلها بالسكينة. المفروض ان هي بتطلع كلها، بس لو يعني يمكن مش مستويه بالتساوي اهي. ننزل تاني الافوكادو واللي وراها دي، واحده افوكادو كامله. هضطر احط ليمون كتير لان واحده ده مش قليل، بس علشان لو استعملنا نص، النص التاني بيبوظ، دي المشكله. الافوكادو اول ما يتفتح لازم نستخدمه، لو انا استخدمت نص هلاقي نفسي برمي النص التاني فورا لانه بيسود اول ما بيتفتح، فلا انا مش عايزه ارمي حاجه، فهكتر الكميه شويه واحط ليمون اكتر شويه عشان استخدم كل حاجه. اغسل ايديا بس بسرعه. ايه تاني بقى عايزاه؟ هنحط ايه تاني؟ طبعا ليمون هو البطل. ايه دي الليمون، زي ما قلت لكم هكتر شويه علشان الافوكادو. هنحليه بقى بعسل عشان الفايده تكتمل تماما، يعني احنا عندنا حاجات حلوه كتير دلوقتي، عندنا افوكادو وليمون وعسل، فالدنيا كلها صحه كده. ايه تاني؟ طبعا هحتاج شوية مية قليلين أو لبن أو كريمة، بس يعني أنا أفضل مية أو لبن. بحطهم في الآخر. أزود آيس كريم. وعسل.
واحنا كتير بناكل ايس كريم بالنعناع، حلو قوي، بيليقوا على بعض جدا. بس للتغيير جربوا كمان مره بالريحان، مش بقول لكم انه احلى، هو بقول تغيير. اللي ما شربش ابدا ليمون بالنعناع، انا قلت ايس كريم ليمون، اللي ما شربش ابدا ليمون بالنعناع يجرب الليمون بالنعناع، موصوف حلو قوي. واللي ضايقه وتعود عليه وخلاص بقى، يعني خلاص اتعود عليه وعايز يجرب حاجه جديده، الريحان كمان من الحاجات اللي بتليق مع الليمون. اقطف كده شويه ريحان ونحطه بدل النعناع ده او ده، واخد معايا حبه ميه ادي الريحان وادي ميه او لبن يا جماعه. يلا ندور. بس خلاص بصوا بقى ده لطيف ازاي. هو بصوا القوام واللون، اللون ده جزء منه افوكادو، ها، وريحان، الريحان ملون، الافوكادو مش بيلون قوي، الريحان ملون اكتر من الافوكادو. طيب ودوقنا بيقولوا ايه، ان كل واحد بيطبخ حاجه لازم يدوقها. حلو قوي، هايل 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 هايل. انا بالنسبه لي يعني كان لازم، يعني كان ممكن ازود عسل شويه كمان، بس هايل طعمه حلو قوي، ليه كريمي جدا جدا، والليمون والنعناع مع بعض توليفه هايله. احنا كده تمام. دي كانت حلقه الليمون. بس قبل ما اخلص الحلقه وقبل ما اغرف الباستا الفظيعه اللي عجبتني دي، لازم اقول لكم ان الليمون حاجة هايلة لتنقية الجسم. كنا قلنا ان هو بيساعد البشرة تبقى أحسن. الكريمات اللي بتتباع في الأجزخانات اللي هي بتاعة التجاعيد، المضادة للتجاعيد، في أنواع منها اسمها حاجة سي، علشان فيها فيتامين سي، المركز حاجة سي. ففيتامين سي ده والليمون منهم طبعا من الحاجات اللطيفة قوي زي ما اتفقنا لبشرتنا، وعلشان السن يعني ما يبانش بسرعة قوي. طلع ان قلنا الليمون كمان مفيد لشويه للحفاظ على الوزن، والاهم ان هو مفيد ان الشرايين اللي جوه ما الدهون ما تلزقش عليها. عارفين لما بنقولوا تصلب شرايين، ان الدهون بتفضل تلزق على الشرايين فتخليها تنشف وتتصلب، لقوا ان الليمون بيفيد قوي في ان الدهون ما تلزقش على الشرايين، فبيقلل امراض القلب. كل دي فوائد، بينقي الجسم جدا. وعشان كده في ناس كتيره قوي دلوقتي بتعمل ايه، تروح تجيب حاجة زي كده مية، المية اللي هتشربها تروح عاملة حتى في المية، تروح حتى حلقات ليمون كتير وتفضل طول اليوم بتشربها. اللي هيعمل كده بس يا جماعة يتأكد، الليمون حلو بس المبيدات اللي مرشوش بيها الليمون مش حلوة. فاللي هيعمل كده يتأكد، لإما هو جايب ليمون مزروع بطريقة مش لازم أقول أورجانيك أو حيوية أو عضوية، بس اتليست بيسموها زراعه امنه. يعني في دلوقتي مصر في البلد اماكن بتقول بمنتهى الصراحه، في بيقولوا حيوي وما بيبقاش حقيقي، بيقولوا اورجانيك، ما فيش اورجانيك، مش ما تصدقوش. لكن في اماكن قليله بتقول ان احنا ده في سيف فارمنج او زراعه امنه، دول صدقوهم، ده الكلام ده حقيقي وانا عارف يعني بيتصدقوا. وساعتها تقدروا تحطوا الليمون بقشره زي ما في ناس كتير بتحب تعمل في الميه، تشربوها طول النهار طالما طلع ان هو ليه كل الفوائد الفظيعه للقلب وللبشره وللوزن ولكل حاجه. يبقى نتاكد ان هو مزروع من غير مبيدات فنقدر نستخدمه بقشره، او خلاص بلاش بقى، بلاش موضوع قشره لو ما عندناش فرصه نجيب ده، نستخدم العصير وخلاص. ايه تاني ممكن؟ الميه دي كده مجرد ما تحطوها الصبح وتفضلوا كل شويه بتحطوا منها وتشربوا، لطيفة جدا جدا ليكم. وهقول لكم على حاجة تانية،
اكتشفوا ان الليمون كمان بينقي الميه، يعني سيبك من هو نفسه فايدته ايه، بس بينظف الميه من الشوائب او الحاجات اللي عالقه فيها. ففي بلاد، البلاد اللي الميه فيها مستوى نظافه الميه مش مضمون، في بلاد كتير في افريقيا، في جنوب يعني في افريقيا تحت يعني في عمق القاره كده، فابتدوا يعملوا حملات ان هم يحطوا، يقولوا لهم يحطوا ليمون في حاجه ازاز ويحطوها في الشمس. مش الليمون بس، الليمون في ميه مع اشعه الشمس بيخلي الميه تنضف، وبقوا بيشربوا الميه كده ونسبه العيا قلت عندهم بالشكل ده. شوفوا لطيف ازاي الليمون، اكتشافات كتير للليمون. خليني بقى اهم حاجه عملتها المكرونه لانها عجباني قوي، اقدمها وبس، واقول لكم ان شاء الله هشوفكم في حلقه تانية من عيش وملح. برضو هتكون ليمون. هنعمل ايه في الحلقه الجايه؟ هنعمل سمك بزيت وليمون، هنعمل رز في فليفر ليمون مختلف شويه لما نبقى زهقانين من الرز العادي، وهنعمل حاجه حلوه كمان بالليمون. اشوفكم الحلقه الجايه.